تحتفل مصر وروسيا الاتحادية بذكرى مرور 80 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وبهذه المناسبة تبادل وزيرا الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف خطابات التهنئة والتي أكدت على العمق وخصوصية العلاقات المصرية الروسية، وأكد الجانبان اعتزامهما على العمل المشترك من أجل تعزيز أطر التعاون القائمة في شتى المجالات وتوثيق عرى الصداقة بين الشعبين المصري والروسي.